هيا شوف الإنسان الأمريكي ذا وش يقول. 10 مليون دولار تذهب لإخواننا اللي قاعد يعانون. أبو فلا, you already made your decision. You will not collect him out with that fine. البرنامج المعادي للسامية والمسبب لأخطر الأمراض في العالم, البرنامج الذي عاون أعداء المملكة المورغانية على مدار سنين من 2017 إلى هذا اليوم, فتحت فيه حساب لمحاولة محاربة الشر, ولكن يبقى منبع الظلام والفيروسات الأبدي شي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وهلا بكم في بردام في الشتاء ما قاطعي تدف في موسمه الثاني في حلته الجديدة بإصداراته الحديثة بألوانه الجميلة المشبعة بالحيوية والجمال. سلسلة الموسم أحدث إطلالة بالشتاء, رجعت لكم مورغان بفيديو جديد. قبل أداة السلك تشيك على زر الاشتراك ولايك, أبغى أشم ريحتهم من عندي, أحرق حرق فجرة تفجير, وفعل طقطقة التنبيهات. طقطقة التنبيهات تساعد على تخفيض معدل الارتفاع من سبي المياه في العالم, ولا تنسى كود مارغ ويتي أقو كود في ساحتكم في متجر فورتنايت. ومرة شكرا للمنتسبين الأساطير, المنتسبين الداعمين الأقوى للقناة, شكرا لكم جزيل الشكر على ما تقدموه لنا من دعم, جزانا وجزاكم الله كل خير. وللأسف ليس لدينا حامل للطقطقات الملكية ذا حلم وعلم وحكمة يقود الجيش ويعونه ويكون له خير الرئيس. وشكرا مرة على الأشعار الجميلة اللي تكتبوها في التعليقات, مرة شكرا لكم على الأشعار والتعليقات دي, حاجات تقراها نفسك تنفتح على اليوتيوب كله. شكرا لكم, جزاكم الله كل خير, شكرا لكم على هذا الدعم الأسطوري. وشيل الانترو. مورغان أحمد مورغان يا ساتر. ايش بك يا ابو عابد من بدايتها كده؟ يا ابو عابد ايش فيه؟ الادمي ذا معاهم بالبث بس مو معاهم بالصدق. الادمي ذا جالس يسوق السيارة وفاتح البث بنفس الوقت, بس لا ينقفط على الخط ويدردش على اللابتوب. شتهم الغريبة ذي. طيب المخالفة دبل حقة الجوال. وش فيه؟ ليش هالفيديو عليه 24,000 لايك؟ لا تنسى توصل الفيديو ذا 24 مليون لايك. هذا بيسوي شيء جديد يعني, حتى الباسورد اللي حطها غلط. انا خلاص طالع من هنا قسم بالله, هذا مصبح. ايش سبايدر مان اللي من الحراج ذا؟ الرجال الوزغ هذا يبغى له تغيير خشوة. Are you giving daddy his tools? Are you giving daddy his tools? لو ان الام ما تكلمت كان بيكون في جريمة هنا. تشوف الرفعة حقت الاستعداد, الرجال كان بودع الملاعب. ويلكم تو ريشو ماتواشو. هذه واحدة من أسهل تدريبات الجيش المورغاني العريق. لا لا ما هو برد, هذه درجة حرارة الغرفة على كتب الطبخ المورغانية. المشكلة أنكم ما تعرفوا أي شيء عن المملكة المورغانية العريقة حفظها الله من كل الشرور. لازم نوصل مليون مشترك قبل نهاية سنة 2022 هجري, وبنزل لكم كتاب اللغة المورغانية. المملكة المورغانية التي حاربت الأعداء لأجيال وقرون عديدة, التي كتب عنها الشعراء وكتب عنها آلاف الكتب. الحين عندنا لعبة في الفيديو, اللي يحلها يصور لي ويكتب لي في التعليقات وبعد يرسلها لي, ثاني أشوف الرسائل اللي في الانستغرام كلها أشوفها اللي أرسلتوها لي لين ذحين. الرسائل حقت اللي شاركوا في الألعاب يقولوا مرقام والله وقفتها كلهم شفتهم والله كفو. 3 2 1. فيديوهات مورغان مليئة بالفعاليات. 10 مليون دولار تذهب لإخواننا اللي قاعد يعانون. أبو فلا, you already made your decision. You will not collect him out with that fine. وش يقول المخلوق ذا؟ كيف ما حد بتبرع؟ ما شاء الله تبارك الله, واجد ناس تبرعت, ما بقي شيء على الحملة, بدها تقفل خلاص.
وصح صح، تذكرون ذاك الفيديو اللي قلت لكم فيه ان ارباحها بتروح لحملة ابو فلة الخيرية؟ هلا والله، زي ما وعدتكم الحين بنتبرع لابو فلة بالمبلغ اللي جابه الفيديو. انا متأكد الفيديو جابه 5 مليون 6 مليون دولار زي عادة الفيديوهات، يعني انا متعود كذا. اوكي الحمد لله على كل حال، خلنا نتبرع. وهذا ابو فلة، ابو فلة صدقي هذا الفيديو حقه، هذا الرابط حق التبرع. اوكي ندخل المعلومات السرية، اللي يبغاها يلقاها تحت في الديسكريبشن. اوكي كذا تمام، ارسل عاهد مرجان الى مليون. اوه هذا انا، طلع الدولار. كيف انا طلعت؟ ولا اي دقيقة، لا يكون ذاك بالدرهم والحين هنا صارت بالدولار. اوكي انا ما انتبهت. تمام مرة ثانية، اوكي انا تبرعت المرة الحين بدولار، الحين بتبرع بالباقي. ما شاء الله تبارك الله. كنت اتمنى والله انها تكون 5,000 15,000 15 مليون، ان شاء الله ينكتب الاجر لي ولكم ولكل اللي شارك ولكل اللي نشر المقطع. ما شاء الله تبارك الله والحمد لله، الامانات وصلت. انا وعدتكم باني بتبرع بفلوس الفيديو، كانت حملة جميلة بسيطة. بإذن الله الأجر يتوزع على كل من شارك، على كل من شاهد، على كل من رفع. وبس نكمل المقطع حقنا. والله هذه الفلة اللي من جد، استغلال الأجواء المناخية للترفيه. عندنا ما تمشي البحر، البحر يجيك. الآدمي ذاك قام من النوم وبدأ يصارخ وهرب ورجع مرة ثانية وكسر جمجمة الشبح المسكين بالشيء البلوك ذا بدون حتى لا ياخذ نفس. الولد بدأ يصارخ كذا كذا، راح بعيد ورجع، راح بعيد جاب سلاح من بيت الجيران، راح جاب سلاح ورجع من بيت جيرانهم. يا ساتر، انا شفت دخل عليه شنب ودقن، اقل شيء بيجيب بازوكا عشان يعلم الادب. شوفوا ايش سوى. ايش بالفيديو ما يخلص. كأن الفيديو مرة طول على شيء مدته دقيق. الفيديو خلص من زمان، الفيديو جالس يعيد نفسه. الفيديو ذا لا نهائي، الحمد لله اللي انتبهت. ولا كنت بكمل اليوم السادس. هل التيك توك برنامج خطير؟ للحين ما ادري، نزلت واجد فيديوهات عن تيك توك، للحين ما ادري هل التيك توك فعلا سيء ولا لا. شكرا لك اذا وصلت لين هنا، لا تنسى انك تنحت زر الاشتراك واللايك. هاشتاق مورغان للمليون، خلينا نجيب مليون مشترك قبل نهايه سنه 2022. انشر المقطع في كل مكان اذا عجبك وفي امان الله. حكمه اليوم، لا تؤجل الغد.